أن الشهيد آية الله نمر باقر النمر رضوان الله تعالى عليه قد انطلق من هذه الشرائع والقوانين في دعوته إلى الإصلاح والمطالبة بالحقوق. أقدمت على إعدام الشهيد النمر رضوان الله تعالى عليه استمرارا لهذا النهج الإجرامي الوحشي الذي ينطلق من المتبنيات التكفيرية المنحرفة والتي شيد على أساسها هذا النظام. وما هذه الجريمة إلا استكمالا لجرائم النظام السعودي لاستهداف الإنسان وحريته وحقوقه.